50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. من زين الليلة يبان صباح وندق على شباك كتشوف مش معناها محترمين قانون المسافة، ومعناها العباد كل قراب لبعضهم وعبارة ما فماش كورونا، وزيد هما قالوا لنا معناها باش يوفرونا الكمامات والمستلزمات كل اللي حاشين بيهم. يا أخي شيء ما معناها ما مش معرفين لنا شيء، والحق مانيش متقلق يعني بالعادة المدرسية، ما حق يشوفوا لنا حل معناها يوفرونا المستلزمات كل اللي حاشين بها. معناها بالنسبة للكمامات موجودين، اما تباعد الجسدي ما فماش جمله، العباد ملمومه في الكور وكل شيء، هذاك هو الكابنيات لا فيهم لا ماء لا صابون كما قالوا لنا. البروتوكول الصحي مش موجود، ثم معناها تقارب الجسدي وماهمش لابسين بافاتات. صار تحضيرات، كانت تحضيرات حسب الامكانيات الموجوده، حسب يعني متوفر الموارد البشريه، حاجه تنجم تعمل صارت. صار شو نقول لك؟ طويلية في معتمدية مكثر، فيها زيقويت صب في ويت. عنا ذري صغار قبل وقت قبل ما عنا الماء يهبط ظل يحبي فهمت الله ويهبط قاعد يشرب ويروح. فهي في كنت يقول كنت مشرب. الويت تسقي منه الناس كله، تشرب منه الهوش الكل. الحيوان هذا يشرب من الويت. ما غادي كي تزلزلت الدنيا راه. تو دارنا ما غادي كي مقسومة تقريبا ثلاثة قسمات ولا أربع قسمات. منه هو جريت تحت. تو ثم حفير على حفير 3 متر واللوط. مرضتنا ومرضت العباد ومرضت الهوش ومرضت الواحد ومرضت تياب قر يحلب فهمتي ولا لا ظل سارح فيه ونشربوا فيه حليب علوش ظل نذبحوه ناكلوه فهمتي ولا ظل يشرب فيه ويشرب الماء بتاعه وكل ما هو مسؤول يجي يقول لك هاو سيه انا سيه هاو سيه عادك بك الحديث هذاك اللي يجي ما ينتم منه شيء. مشكينا مشينا للسيد رئيس البلديه مشينا للسلطات كلمه لا ما ثماش والفعل ربي يجيب. الويد اللي عاشوا منه ناس طويليه سنين وسنين، شكون المسؤول ومش كاينه لازم يتحرك؟ كيف الغايب على الأنظار ساكن دي مقلوب الناس ينام وبان في الخير في البار. مرام جويني 18 سنة، نحب الماكلة برشا ونحب شوفي حال. أول بسكيلة نتذكرها في خرجنا بالبسكليتات، هزينا لي كاسك، هزينا لي غون، هبطنا بسكليتات. العباد كانت شيشة، برشا عباد كانت، عملنا معناها خمسة دقائق صي النفس تقطع، ما عادش فما حتى يفا تتحرك، تمشي لبلايس، تمشي تشوف بلايس جدد، تدور تحوس ومين تصبر. فما بلايس طيارة على الاخر، معناها فما برشا كثير ما يعرفوش اللي هم موجودين من اصل. المرأة ولا الطفلة ما عندهاش الحق تركب فوق بسكليت. سمعت اللي عندها اضرار يمكن جسدية من نوع على شنو تحبهم مثلا يعلقوا على بدنك صحتك، ويمكن تسوقي في بسكليت. معناها كان جاي وليد ولا ذكر ما نصورش كان باش يلفت لهم الانتباه. هذاك الكل في حدود الناس نقدم خطوه للاخرين ونعاوننا للتركي.